لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكافر برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الاول، ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 1 Making a stronger me، Making a stronger me أو تجعلني أقوى. والنهاردة آخر جزء في شابتر 1، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا أصحابي هناخد lesson 9 وlesson 10، وطبعا lesson 9 في page 20 أو في صفحة 20، وعنوانها our class pledge. Our class pledge أو القسم أو العهد الخاص بالفصل بتاعنا. pledge يعني قسم أو يعني عهد أو يعني تعهد. طبعا احنا زي ما عرفنا المعنى ده السنين اللي فاتت في الدروس قبل كده. فهنا بيقول لنا write اكتب the class pledge neatly. the class pledge neatly. neatly يعني بدقة طبعا. وبيقول لنا هنا be sure كن متأكدا to check spelling، ان انت تكون متأكد من السبيلنج بتاع الكلمات اللي انت هتكتبها. فطبعا يا اصحابي المفروض ان احنا في الكلاس روم هنتقسم لجروبس او لمجموعات زي ما اتفقنا. التيتشر بتاعنا هيقسمنا لجروبس. طبعا احنا من اول شابتر 1 واحنا بنتكلم عن اللايف سكيلز او مهارات الحياة، وعرفنا ان في لايف سكيلز احنا ممكن نكون شاطرين فيها وعارفينها كويس، في لايف سكيلز تانية او مهارات تانية عايزين نعمل لها improvement او نعمل لها عملية تحسين ونخلي نفسنا افضل فيها. وطبعا هنا في اخر الشابتر بنتكلم عن اللايف سكيلز اللي احنا المفروض هنعمل لها improvement او تحسين، وازاي نتعهد مع بعض في ان احنا نفضل مستمرين لاخر السنة في ان احنا نعمل improvement او تحسين اللايف سكيلز دي. فبيقول لنا هنا ان احنا نختار 2 or 3 life skills، مهارتين او ثلاثة، يعني ان احنا نتعهد ان احنا نعمل لهم improvement او تحسين، وان احنا نفضل مستمرين في عملية الimprovement او تحسين ده لحد اخر السنة. وطبعا في كل جروب من الجروبس المختلفة كل جروب منهم هيختار life skills اللي هو عايز يعمل لها عملية improvement او تحسين، وهيعمل pledge او هيعمل تعهد هيقوله قدام بقية الفصل وباقي الجروبس ان هو يعمل improvement للحاجات دي. فطبعا احنا هنا كل واحد ممكن يعمل البلدج بتاعه او القسم او التعهد بتاعه ويشوف هو محتاج يعمل improvement او تحسين لايه، وبعدين بنكتبه مع بعض وبنطلع نقوله قدام باقي الجروبس في الكلاس روم. وطبعا المفروض ان احنا نبقى متأكدين من السبيلنج زي ما هو طلب مننا. فطبعا انا اخترت بعض الحاجات اللي احنا ممكن نكتبها. طبعا هنا زي ما اتفقنا قبل كده مفيش اجابة نموذجية، انت ممكن تتعهد وتعمل بلدج بحاجات تانية، المهم ان انت تكون عارف انت عايز تعمل improvement لايه من اللايف سكيلز المختلفة، او ممكن حتى من الاستراتيجيز المختلفة او من الاستراتيجيات المختلفة اللي هي الحاجات اللي احنا المفروض نعملها حتى واحنا بنعمل اللايف سكيلز بتاعتنا في الحياة. يعني مثلا انا تعهدت وقلت مثلا لو انا من جروب من الجروبس المختلفة هقول we pledge to نحن نتعهد ان listen while others are talking ان احنا نستمع بينما يتحدث الاخرين. طبعا دي حاجة مهمة جدا، يعني علشان افهم اي درس من الدروس لازم اسمع للتيتشر او للمعلم بتاعنا وهو بيقول لنا الشرح بتاع الدرس اللي هو بيقوله. فدي حاجة مهمة جدا، استراتيجية مهمة جدا لازم نكون متعلمينها واحنا عايزين نعمل لها improvement في البلدج بتاعنا. كمان ممكن نقول share learning materials،
share learning materials، ان احنا نشارك الادوات بتاعت التعلم بتاعتنا. مثلا حد من اصحابنا في الكلاس روم محتاج حاجة معينة، احنا ممكن نديها له يستخدمها ويرجعها لنا تاني. ده حاجة برضو احنا عايزين نعمل لها improvement. ممكن كمان نقول respect others ideas، respect others ideas، ان احنا نحترم اراء وافكار الاخرين، ودي حاجة كويسة جدا لازم تكون عندنا كلنا، ان احنا نعمل respect ونحترم لاراء بعض والافكار بعض، ونتناقش لو في عندنا اي اختلاف. المهم ان احنا يبقى عندنا respect او احترام للothers ideas او لافكار الاخرين. دي الحاجات اللي احنا بنعمل لها pledge او بنتعهد ان احنا نعمل لها improvement او تحسين خلال السنة الدراسية بتاعتنا. زي ما قلت انتوا ممكن تكتبوا حاجات تانية، المهم ان انتوا تبقوا عارفين مطلوب مننا هنا ايه، والمفروض ان احنا نجاوب بشكل عامل ازاي. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج 21 وليسون 10 وعنوانها A Stronger Me. A Stronger Me يعني انا الاقوى، وهنا بيقول لنا Create a way to show the stronger you. Create يعني انشئ، way to show the stronger you، طريقة ان انت توضح لنا بيها ازاي انت بقيت قوي. You can write a story، انت ممكن تكتب قصة، or poem او مثلا قصيدة شعر، or draw a picture او ان انت ترسم صورة، or choose another way او ان انت تستخدم اي طريقة تانية. Take time to add details، خد وقتك علشان خاطر تضيف بعض التفاصيل. فالمفروض هنا يا اصحابي ان هو بيطلب مننا ان احنا نوضح ازاي بعد ما تعلمنا ازاي نعمل improvement لللايف سكيلز المختلفة عندنا، نختار لايف سكيل من اللايف سكيلز دي اللي هي بقت كويسة عندنا وبقت قوية، وبعدين نوضح ازاي ان هي خلتنا بقينا اقوى. بقينا اقوى مش بقينا اقوى في الجسم وفي العضلات، بقينا اقوى في مواجهة الحياة، في مواجهة المشاكل، بقينا اقوى في ان احنا بقينا نعرف نحل اي مشكلة بتواجهنا، نعرف نبقى موجودين وسط الكوميونتي او المجتمع بتاعنا، مثلا في الكلاس روم او في الفاميلي بتاعتنا بشكل افضل، نحل اي مشكلة تواجهنا، نبقى اشخاص افكتيف اكتر وفعالين اكتر في الحياة بتاعتنا. فهنا ازاي نوضح ان احنا بقينا سترونجر او بقينا اقوى. مثلا انا عجبني جدا اللايف سكيل بتاعت الكريتيكال ثينكينج او التفكير النقدي. الكريتيكال ثينكينج او التفكير النقدي، واحنا اتكلمنا عنها في الدروس اللي فاتت بشكل مستفيض، بتعلمنا ازاي ان احنا مثلا لو شفنا اي كوميرشل او اي حاجة ان احنا نقعد نحللها في عقلنا ونشوف الحاجة دي مفيدة لينا ولا مضرة لينا، ازاي مثلا ناخد القرار الصح، ازاي القرار ده يكون فعلا ليه معنى ويكون لوجيك، ما يكونش اي حاجة وخلاص. فمثلا الكريتيكال ثينكينج او التفكير النقدي دي لايف سكيل جميلة جدا، انا شايف ان هي ساعدتنا كتير ان احنا نبقى اقوى وان احنا نبقى افضل. فهكتب هنا كريتيكال ثينكينج او التفكير النقدي، ومش هكتب اي حاجة تانية. انا ممكن ارسم صورة مثلا ليا وانا بفكر، وصورة ان انا لقيت حل المشكلة اللي انا كنت بفكر فيها باستخدام الكريتيكال ثينكينج او باستخدام التفكير النقدي. ممكن انت فعلا تكتب ستوري زي ما هو طالب منك، ممكن تكتب بويم او شعر زي ما هو طالب منك، ممكن ترسم صورة بشكل تاني زي ما هو بيقول لنا. المهم ان احنا نوضح ازاي ان احنا بقينا stronger او بقينا اقوى بعد ما عملنا improvement او تحسين لللايف سكيل اللي احنا هنتكلم عنها. زي ما قلت لكم يا اصحابي، discover مش مادة لغة على قد ما هو مادة عمل جماعي. هو بيطلب مننا دايما ان احنا نعمل teamwork او عمل جماعي، وان احنا نتقسم في شكل groups او في شكل مجموعات. كل شابتر بيطلب مننا ان احنا نعمل project او نعمل مشروع، سواء كان commercial اعلان، سواء كان play او مسرحية، سواء كان اي حاجة تانية. المهم ان هو في المنهج ده بيطلب مننا ان احنا نتعلم ازاي نعمل عمل جماعي او نشتغل في شكل teamwork، فريق عمل، وازاي يكون عندنا هدف واحد، وازاي نوصل لحل اي مشكلة بتواجهنا عن طريق طبعا البرين ستورمينج او العصف الذهني، ونحنا نشارك افكارنا. فده الهدف بتاع مادة ديسكوفر الجميلة اللي احنا بندرسها دلوقتي. فانا اخترت حل بسيط جدا، هحط صورتين هنا، صورة جميلة كده ليا ارسمها وانا بفكر، وصورة تانية بعد ما اوصل لحل البروبلم او المشكلة اللي انا بواجهها، واعمل بينهم سهم بسيط
وكاتب فوق منهم الكريتيكال ثينكينج او التفكير النقدي، وبكده اكون وضحت له ازاي انا حاسس ان انا بقيت اقوى في حل المشاكل، زي ما هو قال لي استخدم اي طريقة تعبر بيها ازاي بقيت اقوى. وبكده نكون انهينا لسون 10 ونشوف اخر صفحة اللي هي التقييم بتاعنا في اخر الشابتر، خليكوا معايا ونوصل لبيج 22 او صفحة 22 وماي سيلف اسيسمنت او تقييمي الشخصي. طبعا هنا بيقول لنا read each statement او اقرا كل عبارة، for each row في كل صف، color the stars لون عدد النجوم، in the box في الصندوق، that describes your effort اللي بتوصف مجهودك. وزي ما عرفنا في السنين اللي فاتت في شابترز كتيرة جدا خدناها في منهج ديسكوفر، دي صفحة احنا كلنا عارفينها ومتعودين عليها، بنقيم نفسينا او بنعمل لنفسنا assessment او تقييم ونشوف عملنا ايه واحنا بنشتغل في شكل جروب او في شكل مجموعة عمل في الكلاس روم بتاعنا. فاول حاجة بيقول لنا الاكاديميك كونتنت او المحتوى الاكاديمي، بيقول لنا هنا ستار واحدة I can solve a problem with help، انا بقدر احل مشكلة بعد الحصول على مساعدة من الاخرين. لو انت الشخص ده اعمل هنا coloring للستار دي. هنا في البوكس التاني بيقول لنا I can solve a problem independently او بشكل مستقل. لو انت البيرسون ده اعمل هنا coloring لتو ستارز، بيقول لنا هنا I can solve a problem independently in more than one way انا اقدر احل المشكلة بشكل مستقل باكتر من طريقة. لو انت البيرسون ده هتعمل coloring لثري ستارز. طبعا تاني رو او تاني صف بيقول لنا quality of performance او جودة الاداء، فبيقول لنا ستار واحدة I speak softly or was hard to understand، انا بتكلم بصوت منخفض او كان صعب ان حد يفهمني. لو انت البيرسون ده اعمل color لوان ستار. بيقول لنا تاني حاجة I spoke clearly، انا اتكلمت بوضوح. لو انت البيرسون ده اعمل coloring لتو ستارز. وآخر حاجة بيقول لنا I spoke clearly and with excellent expressions وبمصطلحات دقيقة ورائعة. لو انت البيرسون ده اعمل coloring لثري ستارز. واخر حاجة بيقول لنا في اللايف سكيلز او في مهارات الحياة I worked alone، انا عملت بمفردي. لو انت البيرسون ده هتاخد one star I worked with my group، انا عملت مع الجروب بتاعي. لو انت البيرسون ده هتاخد two stars. واخر حاجة بيقول لنا I worked with my group and we helped each other، واحنا كمان ساعدنا بعض. لو انت البيرسون ده هتاخد 3 ستارز او 3 نجوم وتقدر تعمل لهم كالرينج. وبكده نكون انهينا شابتر 1، وان شاء الله المرة الجاية هناخد شابتر 2 making a healthy body او ازاي ان احنا نعمل جسم صحي. واتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو عجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.